اهلا وسهلا بيكم في قناة بوشي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة شكلها بسيط او وحدة بالكروشيه. هنعمل عقدة البداية وهنرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح عند اول غرزة سلسلة واعمل فيها غرزة منزلقة بعد كده هتشتغل جوه الحلقة دي. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل جوه الحلقة وهعمل فيها 11 غرزة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة كده عملت 7 غرزة عمود بلفة. 8 9 10 11، يبقى عملت ايه؟ اشتغلت 6 سلسلة وقفلت في اول غرزة سلسلة بغرزة منزلقة، بعد كده ارتفعت 3 سلسلة واشتغلت جوه الحلقة اللي انا كونتها، عملت فيها 11 غرزة عمود بلفة. مع الـ3 سلسلة الارتفاع اللي انا عملتهم هيكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. هعد سلسلة 2 وهدخل في السلسلة الثالثة واقفل فيها بغرزة منزلقة، كون معايا حلقة بالشكل ده كده دايرة. هرتفع غرزة سلسلة، ده الدور التاني، في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة هدخل في نفس الغرزة واعمل فيها غرزة حشو. يعني ارتفعت سلسلة وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة دخلت فيه وعملت غرزة حشو. هرتفع 5 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5، وهسيب غرزة وهروح للي بعديها واعمل فيها غرزة حشو. كون معايا كده بالشكل ده كده، وبعد كده هرتفع كمان 5 سلسلة، 2 3 4 5، وهسيب غرزة وهروح للغرزة اللي بعديها واعمل فيها غرزة حشو. وبفضل ماشية كده بنفس الطريقة، ان انا برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة حشو. وبرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبسيب غرزة وبروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها غرزة حشو. وبرتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، وبسيب غرزة وبروح للي بعديها وبعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده برتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، وبسيب هي في غرزة هنا اهي، هروح عند اول غرزة حشو
اللي انا عملتها في السطر الاول في السطر في الدور التاني، ان انا بعد ما ارتفعت السلسلة عملت حشو واقفل فيها بمنزلقة كده. نهاية السطر الدور التاني خلص، وهتكون معايا حلقة بالشكل ده كده. هتكون معايا 6 بتلات، 1 2 3 4 5 6. هبتدي اشتغل في البتلات دي. هروح اعمل في البتلة، في اول بتلة هعمل فيها غرزة حشو، وبعد كده غرزة نص عمود، وبعد كده غرزة عمود بلفة، يعني عملت واحدة حشو، واحدة نص عمود، واحدة غرزة عمود بلفة. هعمل 2 غرزة عمود ب2 لفة، كده اول واحد العمود ب2 لفة. هعمل كمان واحد، هعمل هكرر تاني، هعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده هعمل غرزة نص عمود، بعد كده هعمل غرزة حشو. يكون معانا بالشكل ده كده. هكرر في كل بتلة من البتلات اللي عندي. هعمل غرزة نص عمود، بعد غرزة حشو اول حاجة، وبعد كده غرزة نص عمود، وبعد كده غرزة عمود بلفة، وبعد كده 2 غرزة عمود ب2 لفة، كده اول واحد، كده التاني، وبعد كده هعمل غرزة عمود بلفة، وبعد كده هعمل غرزة نص عمود، وبعد كده هعمل غرزة حشو. يكون معانا بالشكل ده كده. هفضل ماشية بنفس الطريقة، غرزة حشو، غرزة نص عمود، غرزة عمود بلفة، 2 غرزة عمود ب2 لفة، كده اول واحد، كده تاني غرزة عمود ب2 لفة، بعد كده هعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده غرزة نص عمود، بعد كده غرزة حشو. وهكرر كده في كل بتلة، في الثلاث بتلات اللي باقيين هعمل نفس الطريقة وهرجع لكم تاني. اشتغلت في كل البتلات، وصلت لاخر بتلة وعملت فيها نفس اللي كنت بعمله في البتلات اللي فاتت. هروح عند اول غرزة حشو عملتها في اول الدور، وهعمل غرزة منزلقة تكون معايا في الوردة بالشكل ده كده. بقص الخيط الزيادة وبدخله جوه الشغل، وردة بسيطة او وحدة بسيطة وشكلها جميل وسهلة قوي، ما بتاخدش وقت. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.